نبدا حلقتنا النهارده من صباح المونديال بما حدث في يعني مباراه امس وبدايه دور ال 16. هولندا اول المتاهلين وتلاها على طول المنتخب الارجنتيني، عشان كلاهما يلتقوا في مباراه هتكون يعني في دور الثمانيه، اي نعم في هذه البطوله، ولكن هي مباراه في ربع النهائي. كانت نفس السيناريو حصل في 2014، المباراه اللي كانت انتهت بالتعادل السلبي في كل الاشواط حتى الاشواط الاضافيه، وفي الاخر تفوقت يعني هولندا بركلات الترجيح عشان تضرب بقى موعدا. آسف طبعا تفوق في هذه المباراة كانت الأرجنتين يعني في مباراة 2014. يعني نتكلم على البداية، نبدأ في أجواء المونديال ودور ثمن النهائي. امبارح يعني نشوف مباريات كانت نتيجتها كما هي موضحة في البداية، هولندا بتتفوق على أمريكا بنتيجة 3-1، والأرجنتين تتفوق على أستراليا بهدفين مقابل هدف. هبدأ كلامي عن المباراة الأولانية، طبعا مباراة هولندا والمنتخب اللي كان بيلاقيها في هذه المباراة وهو المنتخب الأمريكي. البعض توقع أن هولندا هتلاقي متاعب في هذه المباراة بسبب المنتخب اللي أمامنا في الصورة، المنتخب الأمريكي، عشان كتير جدا بحارس المرمى الأمريكي تيرنر، مرورا بعدد كبير جدا من اللاعبين في مقدمتهم بوليسيتش اللاعب الأمريكي المحترف في صفوف تشيلسي. الحقيقة المدير الفني كمان للمنتخب الأمريكي مدير فني جيد، واستغل نقاط القوة الأساسية وفي مقدمتها كرة القدم الحديثة اللي بتعتمد على المعدلات البدنية العالية. ولكن بعد ما كنا شفنا هولندا في 3 مباريات في بطولة كأس العالم أمام الإكوادور وقطر وأخيرا المنتخب السنغالي، كنا متخوفين بعض الشيء على المنتخب الهولندي اللي بيجمع ما بين الخبرات واللاعبين صغار السن وأيضا اللاعبين أصحاب السن الكبير زي داني بليند اللي كان واحد من نجوم هذا اللقاء. اتفاجئنا الحقيقة كلنا بالأداء الكبير للمنتخب الهولندي. هولندا امبارح بتمارس عادتها، عادة تدوير الكرة، الأسلوب المختلف دايما في المدرسة الهولندية، والحقيقة المزج الكبير جدا ما بين عدد كبير جدا من النجوم، ودي ميزة الفريق ده، إن الفريق ده ما عندوش بقى كوكبة كده من النجوم اللي حواليهم صخب إعلامي، فمن الآخر كده الفريق في حاله، باستثناء طبعا يعني فيرجيل فان دايك أو بنتكلم على ديونج، الاتنين دول من أبرز اللاعبين، واحد بيلعب في ليفربول والتاني في برشلونة. حتى باقي اللاعبين لو بيلعبوا في أندية كبيرة مش حواليهم الصخب الإعلامي، فهم بمعنى أصح مركزين بشكل كبير جدا. المباراة بدأت طبعا بتسجيل واحد من الأهداف الجميلة، كان هدف ممفيس ديباي. الهدف ده الحقيقة كان يعني ناس كتيرة جدا اتكلمت عليه، ولكن اللي لفت انتباهنا هنا كمان في صباح اون تايم ان الهدف جه بعد 14 تمريرة بين لاعبي هولندا، اللي في الآخر الكرة وصلت لممفيس ديباي وبيسددها. كانت كرة قوية كمان، وصل ان سرعتها في هذه اللحظة لما وصلت بقى لما طلعت من رجله كانت معدية ال 100 كيلومتر في الساعة، ولما وصلت كمان انها دخلت الشباك في شباك المنتخب الامريكي او حارس المرمى تيرنر كانت وصلت ل 84 كيلومتر في الساعة، وكل ده هو كمان مش مصوب بعزم كبير كمان. يعني يمكن ممفيس ديباي في الشوط الثاني كان صوب تصويبة قوية جدا تألق فيها تيرنر، ولكن الكرة دي كانت بباطن القدم، ويعني ناس كتيرة جدا عارفة ان باطن القدم دايما ما بيكونش بالقوة الكافية، ولكن ممفيس ديباي بباطن القدم الكرة كانت قوية جدا عشان تعلن عن أول أهداف المنتخب الهولندي. الجيم فضل شغال، والحقيقة كان في تألق بشكل كبير جدا كمان من الباك رايت اللي موجود في المنتخب الهولندي، بيعدي في كرة تانية بتوصل انها تتلعب عرضية لداني بليند اللاعب اللي كان البعض بينتقد انه هو ممكن يبقى الحلقة الاضعف في المنتخب الهولندي، ولكن الحقيقة داني بليند بكل الخبرات اللي عنده، الخبرات بقى كمان المتراكمة مع عدد كبير جدا من الاندية، يمكن هو دلوقتي بيختتم مسيرته في اياكس، ولكن بكل الخبرات بيقطع في منطقة الجزاء رغم ان هو لاعب بيلعب باك ليفت او كان كمان بيلعب مساك حتى مايل لناحية الشمال شوية، ولكن بيتعامل مع الكرة ايضا بباطن القدم اليمنى بهدف كربوني عن الهدف الأول للمنتخب الهولندي عشان تعلن هولندا عن تقدمها بهدفين مقابل هدف. الحقيقة الأمور يعني كانت رايحة هنا وهنا ما بين المنتخب الأمريكي اللي ما فقدش الأمل، حاول في أكتر من كرة من بوليسيتش وعدد آخر من اللاعبين، ولكن في كرة يمكن كان فيها لخبطة شوية حصل دربكة كده من ركلة كانت بدايتها يعني ضربة ركنية بترتد إلى أحد اللاعبين عشان توصل لي أيضا مهاجم المنتخب الإنجليزي المنتخب الأمريكي اللي بيحرز هدف عشان تكون المباراة 2-1. بس الحقيقة هولندا ما بتسكتش وبتكمل تألقها، ويمكن الموضوع بيوصل بعد كده إلى أن هم بيتفوقوا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. يعني كان تألق طبعا الباك رايت اللي كان صانع هدفين كان هو اللي سجل الهدف الثالث للمنتخب الهولندي.
المباراة الأخرى الحقيقة مباراة كنا وقفنا عندها كتير جدا بقى، البعض متخوف على المنتخب الأرجنتيني، البعض شايف ان الارجنتين في المباريات اللي لعبتها سواء المباراه الاولى ما ظهرتش بالشكل الجيد امام المنتخب السعودي بتخسر في هذه المباراه، مرورا بباقي المباريات اللي كانت في المجموعه الكل قال ان يعني ميسي مش في افضل حالاته، ميسي عليه ضغط كبير جدا الحقيقه، الضغط كمان الاعلامي او مطالبات الجماهير دايما ان ميسي ومقارنته بارماندو مارادونا، وهو نفسه في اكتر من تصريحات قال ان بالنسبه له بطوله كاس العالم هي البطوله اللي بيمني النفس بيها بعد ما حقق الكوبا امريكا مع المنتخب الارجنتيني. ميسي بقى في دور 16 كمان ما كانش بيسجل اي اهداف خالص في المباريات الاقصائيه، كل الاهداف اللي كان بيسجلها دايما في دور المجموعات، ولكن المباراه اللي خاضها امبارح ميسي في دور 16 فك النحس في امور كتيره جدا، اولها ان اولا كانت المباراه رقم 1000 ليه في تاريخ مسيرته كلها، ميسي كان لعب 169 مباراه مع المنتخب الارجنتيني، وكان لعب 778 مباراه مع برشلونه، ولعب حتى هذه اللحظه 53 مباراه مع البي اس جي، يعني في المباراه رقم 1000 ميسي بيحقق ارقام كتيره جدا، اولا بيسجل في المباراه الاقصائيه، بيوصل للهدف رقم 9 في مشواره بالمونديال، وبيتخطى اسطوره اصلا الارجنتين دييجو ارماندو ماردونا اللي كان له من الاهداف 8 اهداف. برضه مباراه الحقيقه يعني كان مباراه عليها ضغط كبير جدا للمنتخب الارجنتيني، رغم ان هم في مواجهه المنتخب الاسترالي، ولكن الضغط ده بقى خلاص من فكره ان بطوله كاس العالم 2022 بطوله كلها مفاجات، خلاص ما بقاش في فريق ضامن الفوز، كل الفرق حتى اللي بتلعب حتى اللحظات الاخيره انها تصعد، بتلاقي فجاه في مباراه اخرى مثلا على سبيل المثال المانيا ضمن الصعود تلاقي اليابان هي اللي عملت المفاجاه، الاورجواي ضمن الصعود تلاقي الناحيه الثانيه كوريا الجنوبيه بتعمل مفاجاه وبتصعد، والمفاجآت كمان في النتائج مع المنتخبات الكبيرة، ولكن أستراليا بما قدمته أيضا من مفاجآت يكفي أنها هي اللي في الآخر صعدت من هذه المجموعة في يعني في واحدة من المفاجآت ضد المنتخب التونسي اللي استهون شوية بالمنتخب الأسترالي وتفوقوا في الآخر على الدنمارك وعلى المنتخب التونسي عشان يصعدوا في الآخر عن هذه المجموعة، فبالتالي كان في ضغوطات، ولكن في بداية المباراة ومن كرة صعبة جدا ميسي طبعا بيحرز الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني، قدم مستويات مبهرة، كان ليه خطورة على المرمى في الشوط الثاني أكتر من تصويبة أيضا بيتألق فيها المنتخب الأسترالي، بعديه على طول كان هدف يمكن يعني تعزيز الثقه بالنسبه للمنتخب الارجنتيني عشان تكون النتيجه 2-0، وفي ظل ما كان البعض بقى خلاص متوقع طبعا الهدف كان لالفاريز مهاجم مان سيتي اللي بدا يكتب الثقه لنفسه مع المنتخب الارجنتيني، البعض كان خلاص بقى بيتوقع المباراه هتكون سهله للارجنتين، الحقيقه كره كده مرتده من احد اقدام مدافعي المنتخب الارجنتيني بتعلن عن الهدف الاول في توقيت كان حرج جدا عشان يبدا لاعب الارجنتين بعد ما كانوا استهتروا شويه ويعني في يعني تهاون في المباراه بيعودوا مره ثانيه ان هم يعملوا نسق عالي، وفي الاخر بتنتهي المباراه بصعود الارجنتين عشان تضرب موعدا هاما جدا مع المنتخب الهولندي في دور الثمانيه باذن الله لنسخه هذا العام عام 2022 من بطوله كاس العالم رقم 22. طب ايه ارقام ميسي في مباراته امبارح؟ خليني سريعا اقولها لحضراتكم، ميسي امبارح قدر ان هو يوصل ل 70 مره بيلمس فيها الكوره، سجل هدف واحد ولهم من التسديدات على المرمى مرتين من اصل 6 تسديدات عملهم ميسي في هذا اللقاء. ميسي كمان صنع فرصتين لزملائه في هذا اللقاء، كل دي ارقام بتؤكد ان ميسي مركز بشكل كبير جدا في مباراته امبارح ضد المنتخب الاسترالي، عمل كمان 4 تمريرات رئيسيه، دقه التمرير بالنسبه له كانت او صحتها كانت 58 تمريره عملهم، قدر يعمل 52 تمريره صحيحه. بالنسبه للمواجهات الفرديه عمل 6 مواجهات، تفوق في 4 وخسر 2 وحصل على مان اوف ذا ماتش، وكان ليه تصريحات هامه جدا بعد المباراه. كده هنكون امام مباريات في ان شاء الله في مباريات دور ربع النهائي هتجمع الارجنتين مع هولندا، ده هيكون لقاء ثأري وناري من مونديال 2014 اللي كسبت فيه الارجنتين هولندا بركلات الترجيح زي ما انا وضحت في بدايه كلامي، اعتقد هتكون مباراه فيها معاني كتيره جدا لان كلا المنتخبين عندهم ضغوطات، سواء المنتخب الهولندي اللي يعني بيتقال عليه دايما لعنه او الفريق يعني اللي ما بيقدرش دايما ان هو يحصل على اللقب، دايما بيقولوا البطل بدون تاج على المنتخب الهولندي لان هو عنده لعنه في المباراه النهائيه
دايما بيقدم مستويات خرافيه في طوال مشواره، بيجي عند المباراه النهائيه وصل 3 مرات الى المباراه النهائيه، ده بتكلم على المنتخب الهولندي، وكل مره بيخسر. فبالتالي هولندا كمان بتتسحب واحده واحده، زي ما بقول لحضراتكم منتخب بعيد عن الصخب الاعلامي، ما كانش حد مركز معاه قد مثلا من مركزين مع جاره المنتخب البلجيكي. الكل قال ان بلجيكا عندها وعندها وعندها، وفي الاخر بلجيكا بتقدم مستويات سيئه جدا في بطوله كاس العالم. ما حدش توقع ان هولندا انها ممكن توصل للمرحله دي من الاداء الجيد. هنشوف عامه هولندا هتقدم ايه امام الارجنتين، اللي هم كمان عندهم ضغوطات وعارفين ان دي اخر بطوله لميسي، بالاضافه لان هم من ساعه المستوى اللي كان جيد في الثمانينات وارماندو مارادونا والكاس الاخيره اللي رفعها، من ساعتها الارجنتين ما بتظهرش في بطولات كاس العالم بشكل جيد.